يا نهار ابيض، يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا، يا اهلا وسهلا. نجم الحلقه النهارده قلب دفاع حكايه، لعب في مصر ولعب في تركيا وقدم مردود عظيم، وكان في تركيا الدنيا كلها بتتكلم عنه والصحافه التركيه، وساب بصمة جامدة جدا يتذكروها الأتراك حتى الآن. نجم الكبير كابتن عبد الظاهر السق، يا مساء الأنوار يا أبو الكبات. حبيبي يا كابتن مدحت، ربنا يخليك حبيبي، وشرف كبير إن أنا موجود معاك النهاردة، وإن شاء الله تبقى حلقة حلوة وخفيفة على الناس إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. بتقضي طيب يومك إزاي خلال شهر رمضان في الوقت الحالي؟ والله في الشغل بيبقى الموضوع مختلف تماما، يعني بيبقى طبعا شغل الفطار طبعا ده أساسي مع العيلة، يعني بحاول الواحد يصلي التراويح مع في الجامع بشكل كبير جدا، ده الحاجات الروحانية مهمة جدا والإيمانيات بتبقى عالية جدا، فبنحاول لو كان كده بنقضي مع الفريق، بنصلي كلنا مع بعض، بنتجمع كلنا على العشاء ونصلي التراويح، وبعدين ننزل التمرين، بعد تمرين بقى بروح بقى أكمل مع الأسرة وبحاول أقضي معهم أكبر وقت ممكن. يعني هل وقتك اختلف بعد ما اعتزلت كرة القدم؟ يعني كنت أيام الكرة إيه أوقاتك وبتقضيها إزاي، وبعد ما اعتزلت بقى الوقت إزاي؟ طبعا اختلف تماما، يعني اختلف، وانت لعيب بتبقى مسؤول عن نفسك بس، فبتبقى يعني الأمور بتبقى سهلة شوية، بتبقى اسهل في التنقلات، اسهل ان انت بتاخد اجازات بتاعتك، انما وانت مسؤول عن فريق، مسؤول عن نادي، بتبقى صعبه جدا، بتبقى طبعا الشغل بياخد كل وقتك، كل اهتماماتك، مشاكل النادي، ترتيبات اللي بتبقى موجوده، كل الحاجات دي طبعا بتبقى صعبه جدا، فطبعا وانت لعيب بتبقى اسهل بكتير، وانا دايما اقول للعيبه كده، وانت لعيب الموضوع سهل، لما بتبقى مسؤول بتبقى الموضوع صعب جدا. هل الطلب منك خلال اي مباراة انت لعبتها في شهر رمضان ان انت تفطر؟ لا الحمد لله انا عمري ما فطرت ابدا عشان ماتش كورة، حتى الموضوع ده قابلني في تركيا وانا محترف جدا في الاول، في اول سنة كانت المواضيع صعبة، وكان طبعا الافطار هناك مفيش حاجة اسمها صوم، ان اللعيب يصوم وكده، لكن صممت، وده طبعا عمل لي مشاكل كتير في الاحتراف، لكن في المنتخب لا ما اعتقدش. يعني الماتش اللي انا فاكره بتاع الكاميرون في تصفيات كاس عالم، كنا في رمضان واحنا كان اصلا ما كانش لنا امل ان احنا نكمل، كان الكابتن حازم الشحاته لسه ماسك مؤقت، وكنا بنلعب هناك طبعا ما لناش اي اهداف، لكن كان عرضوا انه مين هيفطر مين مش هيفطر، انها ما بتبقاش اجباري، يعني ما فيش حاجه، ما قابلتش في منتخب مصر حاجه اجباري خالص تماما، لا حتى الكابتن جواري كان بيسيب اختياري، ولا اغفل عليك كان في ناس ما بتقدرش تلعب وهي صايمه تمام، فلكن لا طبعا عمري في حياتي ما لعبت خالص وفطرت عشان الكوره، طبعا مستحيل. يعني فاصل ونواصل. ورجعنا مرة تانية مع النجم الكبير كابتن عبد الظاهر السق. بالنسبة لك انت ايه الاكلة المميزة على الفطار وكمان على السحور؟ طبعا الحاجات بتاعت رمضان اللي هي السمبوسة طبعا ده لازم اساسي، يعني المشروبات التمر طبعا ده حاجات اساسية في رمضان، انا بحب البسلة جدا، من عشاق البسلة لازم تكون موجودة، فطبعا بص هو رمضان دايما السفرة بتبقى في عليها خير سبحان الله، بتبقاش ما بحبش يكون موجود صنف واحد، لازم يكون حتى يعني لو كميات قليلة بس بتحس ان في خير كده، تعود لان انا اصلا من مواليد الارياف، فتحس ان ومتربي ببيت عيلة، فطبعا وانا احنا قاعدين على الطبلية كده زي ما بيقولوا كان بيبقى فيه خيرات كتيرة جدا، فلازم طبعا لازم يكون في رمضان الخير كبير طبعا كده. بالنسبة للدورات الرمضانية هل كنت بتشارك فيها خلال شهر رمضان؟ ملك الدورات الرمضانية أنا كان كل مشاكلي في المنصورة أن أنا كنت بلعب في الدورات الرمضانية، دي طبعا كانت عدم احتراف وكده، واتخصم مني على فكرة من كابتن حسن ربنا رحمه برحمته يا رب، يعني اتخصم مني قبل كده عشان الموضوع ده بشكل كبير، لكن فعلا طعم تاني، جو تاني خالص، أن جمهوري يبقى على الخط وان انت تكسب بقى بلدك، وبعدين كل الجوائز كلها تيشيرت، لكن بيبقى عندك احسن من التيشيرت، احسن من اي حاجه، لذة تانية وطعم تاني
يعني صراحة مفتقدها بشكل كبير. يعني نفسي ارجع تاني والواحد يشارك في دورات رمضان. ايه الشخصية اللي عاشت معاك اوقات جميلة في رمضان ومش موجودة معاك دلوقتي وبتفتقدها؟ لا طبعا، هو طبعا الوالد والوالدة طبعا هما الحاجة اللي انت بتتأثر فيهم لما بيموتوا. طبعا هو ماتوا طبعا، لكن في كل رمضان بتفتكرهم، كل رمضان بيبقوا مؤثرين معاك جدا، يعني ان انت مفتقدهم. فالوالدة بالذات يعني ده الواحد بيبقى حزين عشانها يعني، لكن الحمد لله فضل ونعم ربنا يرحمهم برحمته يا رب ويغفر لهم يعني. فلا يعني السنة دي الحمد لله، يعني الحمد لله الدنيا تمام مستقرة عندنا. شكرا جزيلا كابتن عبد الظاهر السقا، غدا بمشيئة الرحمن لقاء جديد. أشكركم.